من دون شك. أنا أتفق مع ما قاله الزميل، هذا سيحصل. ومنذ ديسمبر كانون الأول 2019 وأمريكا تحاول إيجاد سبيل لسحب القوات الأمريكية من العراق، خاصة وأن التركيز الوطني هو على الباسيفي. ولكن أمريكا لا تريد فراخا أمنيا في المنطقة، ليس فقط في العراق ولكن في كل منطقة المشرق وفي دول الخليج. وقلت في مقالة كتبتها منذ بضعة أشهر أن هناك نقاط غير واضحة في القوات العراقية المسلحة ووحدة مكافحة الإرهاب. هناك إمكانية لاختراق الجيش ووحدة مكافحة الإرهاب من قبل الإيرانيين أو الميليشيات المدعومة من قبل إيران. وطبعا هنا نتكلم عن قوات الحشد الشعبي. أمريكا مع أزمة أو جائحة كوفيد-19 سرعت من جدولة انسحابها، وطبعا كان هناك توقع لتأثير هذا القرار على الوضع الأمني وعلى مكافحة داعش.